نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد، فهذا هو المجلس الثامن صح؟ نعم من مجالس تفسير سورة الكهف من تفسير الإمام البغوي رحمه الله. تفضل. بسم الله. قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. أكلت الآيتين اللي بدي أشرحه، اللي أنا محضرهم صراحة، يعني أنا محضر آيتين أنت أفيتهم. وكذلك بعثناهم. صح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. قوله تعالى: وكذلك بعثناهم، أي كما أنمناهم في الكهف وحفظنا أجسادهم من البلاء على طول الزمان، فكذلك بعث من البلا، من البلا يعني بلي بمعنى اهترأ، فالجسد يبلى والإيمان يبلى والثوب يبلى. وفي الأثر بهذا اللفظ من السنة: إذا لبس الإنسان شيئا جديدا أن تقول له إيش؟ ثياب بلي. لا، ثياب بلى. تبلي ويخلف الله. تبلي ويخلف الله. نعم. فكذلك بعثناهم من النوم، من النومة التي تشبه الموت، يتساءلوا بينهم، يسأل بعضهم بعضا، واللام في لام العاقبة لأنهم لم يبعثوا للسؤال. تمام. بداية قال: وكذلك بعثناهم. هذا رد على إيش؟ يعني هي القصة كلها إيش؟ القصة كلها قصة أصحاب الكهف رد على مين؟ على منكري البعث. فمحور القصة هنا: وكذلك بعثناهم، يعني كما أمتناهم 309 سنين نستطيع أن إيش؟ نبعثهم. تمام. فالمعجزة كانت في البعث. تمام. وهو الذي ينكره الدهريون ويقولون ما يهلكنا إلا الدهر، ينكره المشركون. نعم. قال: ليتساءلوا بينهم. قال اللام لام العاقبة، يعني شو؟ ليست لام التعليل، يعني لم نبعثهم لأجل أن اللام، إما أن تكون اللام أو الأحرف دائما، طب الأحرف اللغة العربية، لعلنا إن شاء الله من مجلس بوظائف الحروف، اللام إلى وظيفة، إما أن تكون وظيفتها، يعني إجت اللام، أنت يا لام شو شغلتك هون؟ بتقول أنا للتعليل. شو يعني للتعليل؟ لحتى يعني درست لأنجح، يعني درست لكي أنجح. طب هون هل رب العالمين بعثهم لكي يتساءلوا؟ قال لك لا، هون مش لكي يتساءلوا، مش تعليل، هون اللام إيش؟ لام العاقبة. إلى وظائف، إلى مجال، بس المهمنا أنه نحن نشرح، نفكر العبارة فقط الآن. نعم. صح. صحيح. ليكون لهم عدو واحد. نعم. قال قائل منهم وهو رئيسهم ماكس المينا: كم لبثتم في نومكم؟ وذلك أنهم استنكروا طول نومهم، ويقال إنهم راعهم ما فاتهم من الصلاة فقالوا ذلك. يعني هو السبب الأساسي كم لبثتم، يعني شو بدنا نصلي؟ يعني مثل سبحان الله، بعض البعض نشرح الحديث تاع أشراط الساعة، هو حديث أن الدجال يجلس في الأرض 40 يوما، أول يوم يوم كسنة. واحد يا شيخ يوم سنة، قال إيه، كيف نأكل وقتها؟ الصحابة رضوا الله عنهم: كيف نصلي وقتها؟ قال: اقدروا لها، اقدروا لها قدرها. تمام. فالواحد سبحان الله على حسب إيش ما يهتم في حياته تكون تساؤلاته. نعم. قالوا لبثنا يوما، وذلك أنهم دخلوا الكهف غدوة فانتبهوا عشية فقالوا لبثنا يوما، ثم نظروا وقد بقيت من الشمس بقية. شو الغدوة؟ هي مذكورة بالقرآن كثير، بالغدو والآصال.
بالصباح من عند الشروق. من يلا احنا نأصل الكلمة حتى محل ما مرأت معنا نستعملها. من مأخوذة من شو؟ من الغداء من الفطور المفطر. من ايش؟ من يعني اذا قلت هي مثل منها اشتقت كلمة غد. لما تقول غد مش معناته بكرة معك طول النهار. الأصل غد يعني ايش؟ صباحا. صباحا تمام؟ دائما الأصل ثم توسع فيها إلى كامل النهار، ولكن الأصل فيها ايش؟ الغد يكون صباحا. ومنه الغداء. الغداء متى يكون؟ قبل 12 قبل الزوال اصلا. الغداء قبل العصر. الغداء قبل العصر. الظهر. هذا عند العرب اسمه العشاء. تمام. الغداء عند العرب متى؟ تركه. قبل شروق الشمس. سحور. النبي صلى الله عليه وسلم دعا الصحابة قال هلموا إلى سحوركم، هلموا إلى الغداء المبارك، وهو مشتق من إيش؟ يعني عندك من السحور لأول ما تطلع الشمس. هذا الغدوة يعني انقشاع ظلام الليل بظهور إيش؟ نسمات الصباح. هاي الغدوة، وقد يتوسع فيها إلى الضحى. فالعرب عندهم الغداء وعندهم إيش؟ العشاء. العشاء اللي بيكون بعد العصر إلى المغرب. طيب الوجبة الثالثة أمتى كانوا يأخذوها العرب؟ ها؟ لا يوجد. ما في وجبة ثالثة عند العرب، هن وجبتين. قيل لأحد السلف الرجل يأكل مرة، قال يعني معنى أنه جيد أو يعني ذاك أفضل، فقيل فيأكل مرتين، فقال لا بأس. فقالوا يأكل ثلاث مرات، قال ابن له معلفا. أنه شجاع ثلاث مرات عم تأكل ثلاث مرات، هاي عند العرب كبيرة أنه تأكل ثلاث مرات. نحن عندنا خمس وجبات. طبعا العرب الوجبة الأساسية بالنسبة لهم هي تعد السناك بالنسبة لنا، يعني هي الوجبة الخفيفة. شو يعني؟ انت هلأ بين الوجبات بقولك بعد كل ثلاث ساعات مثلا تشرب كوباية نص كافيه. هاي كوباية نص كافيه عبارة عن حليب ونص كافيه. هاي كوباية الحليب هي الوجبة بالنسبة له. يعني عمر رضي الله عنه شو كانت زوادته كامل اليوم؟ الزوادة تعيته شو؟ كم تمرة؟ هون النقطة. كم تمرة؟ كما يقول ابن عمر رضي الله عنه كانت مزادته عمر الزواد قديش؟ ها 11 تمره. الحمد لله 11 تمره طول اليوم. ايه هاي اليوم يعني انت لما تشوف فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. تمام. لما تقرا كتاب الجوع لابن ابي الدنيا بتشوف روائع. شو ثلث؟ قد ايه ثلث؟ ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث قد ايه تقريبا الثلث؟ يعني 30% في القسمه. مش 30 30%. قد ايه مقدار الثلث؟ ها يا طلال حاسك حتنام يا طلال. قد ايه الثلث؟ والله تقريبا شي مره فكر الثلث هو كف الايد. كان المد زاد احدهم لاسبوع. شو المد؟ عفوا كان الصاع زاد احدهم لاسبوع. الصاع قديش؟ اربعه امداد. اربعه كمشات. تمام. طيب هل اربع كمشات على اسبوع؟ فانت بكون قديش لك باليوم؟ نص كمشي حفنه هي لك باليوم. فانت لك ثلث. قال العلماء وهو حتى علماء الطب اللي بدك هي كل علماء التغذيه اذا بتطبق هاي. انا اذا ما اخذت دورات بالتغذيه وموضوع الرشاقه ومش عارف اذا ما اخذت اللي خمس سنين عم باخذ اكثر ست سنين. فراجعت معظم الانظمه الغذائيه كل اذا بتتقيد بهذا النظام اجماعا بيمشي حالك بالطعام. اللي هو ايش؟ موضوع كف الايد. شو كف الايد؟ اذا بدك تاكل الرز الخبز ما يتجاوز كف الايد. البروتين كنشويات ما يتجاوز كف الايد. كبروتين ما يتجاوز كف الايد. يعني بالكتير انت صحنك شو بيكون؟ كفين. هذا اكلك. هن اكلهم كان كف واحد على اليوم كله. يعني فيك انت هذا تقسمه نصين، نص الصبح نص المساء. طب كيف بيعيشوا؟ بيعيشوا. والنفس على ما عودتها تعتاده. تمام؟ النفس. ولذلك انا بشوف اللي عم بيعملوا نظام الصيام المتقطع من الاوروبيين مش من الاوروبيين ببلاش. انت الصيام المتقطع تقعد 8 ساعات ما تاكل. تمام. وانا طبقته كثير هذا 8 ساعات ما تاكل بعدين 6 ساعات بعدين 16 ساعه ما تاكل. 16 ساعه بلشوا يحسبوها مثلا من الاربعه المساء لثاني يوم الساعه 8 الصبح مثلا. تمام. هول 16 ساعه بعدين بتوسع بتصير اخر شيء اوماد. اوماد يعني هو وجبه واحده باليوم يعني هو نظام الصحابه رضي الله عنهم. الوجبه واحده باليوم انتهت. هل هذا صار اكتشاف؟ هلا من بعدها لعلاج كثير من امراض المعده شو بصيروا؟ كل يومين وجبه. منهم ناس كثير منهم بيقعدوا اربع ايام وخمس ايام واسبوع على وجبه واحده.
الان موجود، فوتوا فتشوا عليه بالانترنت موجود، وناس عم بيطبقوها اللي عم بيحكوها. بقول لك انا من 4 ايام بعد ما اكلت بكل علاج امراض. والشيخ الالباني رحمه الله قرأ ببعض الكتب هذا انه علاج امراض كذا، فجلس 40 يوما على الماء. تمام؟ فتاخذ تخم من سيروتون ايش؟ الجلد. نعود العبره مش بالغدو، انه وهذا هو الاصل، انه انت تاخذ وجبه الغدوه اللي هو السحور، تسحر فان في السحور بركه، ولو كانت خفيفه، وهي الاصل تكون خفيفه، مش ولو كانت خفيفه، هي الاصل بكل الطعام ان يكون خفيفا. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسي. هذا الثلث انت قاله، يعني انت تبلش بالثلث ولا كيف؟ بلش بالثلث ولا كيف؟ ها، الماء ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه، يعني أو قال شر من بطن، الأصل ما أعبي بطنه. قال لك فإن كان لابد، خلاص أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فإن كان لابد فثلث، يعني الأصل أنت ما توصل للثلث. طب ضلك جوعان كمان؟ لا، أن تكون بين الجائع والشبعان. تشبع، بس نحن تعودنا لما نشبع شو معناتها؟ انتفخت. هاي وصلت لما معنى انتفخت يساوي شر من بطنه، يعني انا عملت شيء. العلي رضي الله عنه فيما يروى عنه قال: ما شبعت الا وعصيت او هممت. لما اشبع بدي اعصر بالعمين او بدي اهمم معصيه. ليه؟ الشيطان كيف بلش صار يسرح بالعروق. طب اضلني جوعان كمان؟ لا، له قيمات، يقوم 11 تمره باليوم كذا. طبعا انا بحكي الكلام وانا احاول ان امرن نفسي عليه، بمشي لي كم يوم هيك برجع بفرض، برجع كم يوم برجع بفرض. بس فعلا اذا الانسان عود نفسه على هذا الامر يجد فيه خيرا كثيرا ان شاء الله. نعم. قال هاي بس لحتى احنا نضبط موضوع الغدو، يعني الغداء، والغداء يكون ايش؟ صباحا. من غدا الى المسجد او راح، بالقران كثير بموضوع الغدو، واذكر نفس السوره: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداتي بالغداتي والعشي. شوف العشي يعني المساء، والغداء ايش؟ صباح. فدائما طرفي النهار وزلفة من الليل، طرفي النهار الغداء والعشي. بس الغداء صارت تستخدم مطلق النهار، مطلق الخروج، ومنه من غدا المسجد او راح او رجع. هي استعملوها العرب لمطلق الخروج، اصلها هي صباح. بعدين صارت تستخدم لليوم، بعدين صارت العرب تتوسع فيها فتطلق مطلق الخروج من البيت تقول غدوت. هاي بالعصور المتاخره اللي بطل اخر شيء تفرق بين الكلمات، يعني أخوات كان، شو هي؟ كان وصار وأصحب وأضحى وظل وبات وليس كله كان وأمسى وأضحى وظل. صرنا نستخدم الكلمات كلهم بدل الكل، يعني هي أصبح، صرت نقول أصبحت أفعل كذا وكذا، أصبحت أنت يمكن هلأ، أصبحت يمكن بالليل، أصبحت أشرب القهوة. شو أصبحت؟ قصدك انه انا صرت افعل هيك؟ هي لا، اصبحت يعني من الصباح. وامسيت، طب ما حطوا لك اصبحت وحطوا لك امسيت، ليه حطوا لك الاثنين؟ فصرت انت وامسى حزينا، كيف تركته؟ امسى حزينا، انت تركته بعد الفجر، وين امسى حزينا بعد الفجر؟ هي امسى للمساء، اصبح للصباح. والعرب هلا حتشوف بعد بعض الاشياء انه كان عندهم هذا الشيء باصل، يعني احنا نرجع في دستور للعرب من كلام الدكتور فقيه اللغه محمد جبل، يقول لك أنا عندي شيء مقدس، والأصل أن القدسية لكلام الله سبحانه وتعالى، ولكن عنده لفظ العرب بالقواميس الصحاح الأساسية هو الأصل، ثم فهمه كيف أننا نحن فهم الصحابة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهم قدماء اللغة العربية لاستخدامات اللغة العربية، لحتى أنت تعرف حالك أن تستخدم الكلمة صح ولا لا. أما من جاء بعدهم فتوسع كثيرا، كمن جاء في شرح الحديث فتوسع كثيرا، وجاء في تفسير القرآن فتوسع كثيرا، ترجع فعليكم بالشرب الأول. نعم. قال حتشوف هلا بعد شوي، يعني مثلا مثل الألوان، أنت هلا بتلاقي الألوان تركواز ومش عارف إيش وكذا، العرب عندهم مش موضوع الألوان، حيمروا بعد شوي لون من الألوان. العرب استخدمتها في مكان بعض الأخوات كان. شو هو؟ يعني مثلا أصبح يستخدمون بمعنى صار. إيه. يقول أصبحنا كذا. الأصل في شيء اسمه عام 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 بكلام العرب، كل قاعدة لها شيء يشذ، ولكن ما هو متعارف عنده، ما هو متعارف عند كلام العرب في سياقاتهم، الأصل السياق عندهم. وهذا هو الفكرة بإيش؟ بالترجيح بالخلافات بكلام العرب. يعني أنا الكلمة مثل
لان احنا دائما عم بنقول المعنى المحوري للكلمه. ورد في تفسير الكلمه خمس اقوال عند السلف. طب احيانا طب انا اذا بدي ارجح شو استخدام اصل العرب لهذه الكلمه؟ نعم. وهل تصح في هذا الموضوع ولا لا؟ تستغنى عن المشهور من كلام العرب. عند المشهور صحيح. 100% عند المشهور من كلام العرب زائد سياق زائد يلي هو اريج العربيه. الاريج عند العربيه يعني رائحه العربيه في الريحه تاعت العرب بتحس للكلمه مرأة عليها ابل ومش عارف ايش هاي بتحس العربيه. نعم. هل حتشوف بعض الامثله حنضربها عليها ان شاء الله. نعم احسن الله لكم. أيوه. فقالوا او بعض يوم اليكم بتصح الاثنين. لا احسن الله اليكم ايه قال لكم كمان بتصح. ليه؟ احرف الجر تتناوب باللغه العربيه. نعم. او بعض يوم فلما نظروا الى طول شعورهم واظافرهم علموا انهم لبثوا اكثر من يوم. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم. وقيل ان رئيسهم مكسلمينا لما سمع الاختلاف بينهم قال دعوا الاختلاف ربكم اعلم بما لبثتم. وهذه قاعده فيما لا ما ليس للانسان عنده فيه علم يقيني. هو اذا كان الانسان عنده علم يقيني فيقول اقول والله اعلم ثم يسير. فاذا كان ليس عنده علم يقيني بالمعلومه التي عنده قال الله اعلم وسكت. وإرشاد لي أن نترك مجال الخلاف فيما لا فائدة فيه. طب أدي عادنا. وهذا عادة ما يكون بالماضي. كثير من الأشياء اللي بالماضي أو بالمستقبل البعيد نقعد نختلف اختلاف كبير جدا ويأخذ من وقتنا بما يعرف عند العلماء بالترف العلمي. شو الترف العلمي؟ مثل هلأ مثلا قائدهم اسمه ماكسيمينا مثلا. لا انت جيت قلت لي لا قول ثاني اسمه مش عارف ايش. طب انا لو دقيت انا وياك بعض قد ما بدك تمام واخر شيء موصل لنتيجه معينه او اتي الى بعض المسميات. يعني مثلا من كان في من قتل علي رضي الله عنه كان في فلان وفلان وفلان. لا في فلان مش يلي هو اساسا مش مغمور بين الناس مش معروف من هو بالضبط ومن كذا. فهذه الخلافات طرف علمي. انا بالاساسيات الدين بعد ما بنيت الاساسيات. لو انا بنيت الاساسيات وخلصت واصبحت وصلت الى مرحله الترف ما في مشكله. كمان يدرس مثلا الان القراءات بده يروح للقراءات العلمي للقراءات لعلم القراءات واساسيات دينه لا يعلمها. كمان يذهب الان حتى الان الى مجالس الروايه ومجالس المجالس العامه وما زال اذكار واحكام الصلاه لا يعلمها. طب هذا واجب الوقت. شو واجب الوقت؟ ها يعني الحاجة العلماء قالوا أولى ما انشغلت به واجب الوقت. شو يعني واجب الوقت؟ يعني الزمن نحن فيه شو شيء نحتاجه؟ تمام. ومنه أول شيء بدك تشتغل فيه أنت قبل ما تروح تدرس مواريث. الآن عندك دورة بالمواريث أو النحو أو أي شيء. تعلمت الصلاة؟ تعلمت الصلاة بأدلتها؟ تعلمت الوضوء بأدلته؟ قبل ما اروح انا اي مجلس لا يعني مجلس والله انا عندي مجلس بالحديث او مجلس بالمواريث او عندي مجلس بالفقه تمام. القطب شو الفقه شو المجلس الموجود اليوم؟ كتاب الجنايات. طب بس حبه حبه. وقبل ما اشوف المذاهب انا لما اركع واسجد شو عم بقول؟ شو دليله؟ طب ما هذا انا واجب الوقت الاساسي عندي تمام. انا واجب الوقت علي افهم الفاتحه افهم ايه الكرسي عم بقراها كل يوم. طب بدك تحفظ القران شو بتحفظ شو وين بتبلش؟ ها واجب الوقت. لا اول شيء واجب الوقت الفاتحة. من بعده قصار الصور. مش قصار الصور الاشياء اللي انت حتستخدمها يوميا. شو حتستخدم يوميا؟ ها آية الكرسي خواتيم البقرة تمام المعوذات هول الاشياء اليومية انا بدأ ببلش فيهم تمام. سورة الملك باجلها؟ لا ما باجلها انا بقراها كل يوم قبل ما انام. يعني ما باجي بقرا جزء عما وانا سورة الملك بقراها كل يوم ما ما ما, ما حافظها. فهذا ايش الفرق بين الطرف العلمي وبين ان تدرس واجب الوقت. نعم. فبعثوا احدكم بورقكم هذه يعني تمليخة. قرأ ابو عمر ابو عمرو وحمزة وابو بكر بورقكم نعم. ساكنة الراء والباقون يكسرها ومعناهما واحد
وهي الفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة إلى المدينة، قيل هي طرسوس، وكان اسمها في الجاهلية أفسوس، فسموها في الإسلام طرسوس. تمام. الآن من الأشياء التي ذكرها قال وريقكم وهي الفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة. نرجع لأصل اللغة بكلمة ورق، ما معنى ورق باللغة؟ هي فضة. فضة. ولكنه هون أعطى قيد، قال مضروبة كانت أو غير مضروبة. المخنوبة. هل يسلم بهذا القيد أم لا؟ لا يسلم. لماذا؟ لأن نيجي لأصل اشتقاق كلمة ورق من أي من ماذا؟ من ورق. ورق. تمام؟ أصلها ورق. تمام؟ وأصل الورق من الرقة. تمام؟ ومنه ورق الأشجار. تمام؟ ومنه قول في رق منشور. أصله إيش؟ من الرقة. ويقال أورق الشخص أو أورق الصياد. شو يعني أورق الصياد؟ هي يعني هي كلمة المعنى المحوري تبعها إيش؟ من الرقة. قالوا من الرقة والامتلاء. أورق الصياد إذا ذهب الصياد وشو؟ ما اصطاد. بدل ما يقولوا خاب شو بيقولوا؟ أورق، يعني إيده خفيفة، الورق ورق الشجر شو؟ خفيفة. أحسن ما يقولوا الخاب وكذا، فكان يتلطفوا بالعبارة. والعرب كانت العرب يبي يقول لك العرب كانوا دفشين بالالفاظ. العرب من اكثر الناس مراعاه للالفاظ. المريض شو كانوا يقولوا عنه؟ ها علي؟ لا يقولوا العكس صحيح او الصحيح او السليم. تمام، كانوا يقولون عنه ايش؟ سليم. اي مثال تكلمت عليه صحيح. هذا ايش العرب كانوا يختارون هذه الالفاظ. تمام. ف تربت يداك، يعني لربما يعكسون بعض الألفاظ والمسميات ليصلوا إلى معنى مهم. المهم، فالورق من الورق يلي هو إيش؟ الرقة. فلا يقال للورق ورق للفضة ورقا إلا إذا ختم، إلا إذا ضربت ورقت صارت شو؟ مثل 500 مثل 500. أما قبلها فضة. تمام. مال بس لا يقال عنها ورق. ورق صارت مثل ورقة. تمام. فهان قال مضروبة كانت أو غير مضروبة لا يسلم إلا إذا كان قصده مختوم عليها بخاتم. يعني الورق ممكن تكون فضة ولكنها لم تضرب، ما عليها ختم الدولة، ما عليها ختم اللي عملها، ولكنها إيش؟ فضة رقيقة 500 و 53 محطوطة بجيبته. هاي إيش؟ ورق. ضربت لعل لها اسم آخر، ختمت. تمام؟ ولكن لا يفهم مثلا أنه بعد إيش؟ بعد مربعات زي ما قلنا هذيك المرة. نعم. نعم. فلينظر أيها أزكى طعاما، أي أحل طعاما حتى لا يكون من غصب أو سبب حرام. حط علم عندك. أول قول أزكى طعاما يعني إيش؟ أحل. نعم. واحد. نعم. وقيل أمروه أن يطلب ذبيحة مؤمن ولا يكون من ذبيحة من يذبح لغير الله. ذبيحة مؤمنين ولا نعم. وكان فيهم مؤمنون يخفون إيمانهم. نعم. وقال الضحاك أطيب طعاما. قول تاني أزكى طعام الأول أحل، الثاني أطيب طعام. طيب وقول هوني وقيل أمره أن يطلب ذبيحة، تفصيل للأحل. نعم. نعم. وقال مقاتل بن حيان أجود طعاما. بن حيان. بن حيان. نعم. وقال عكرمة أكثر وأصل الزكاة. حب حبي. الآن كم لفظ أزكى طعاما؟ كم لفظ جبلنا؟ جبلنا كل الأشياء اللي أنت بتطلبها لما بدك تشتري طعام. أنت لما تشتري طعام يا بتروح على واحد من ثلاثة، يا بتروح على شو؟ أول شغلة بتروح عليها لأنه يكون حلال. نعم. تاني نقطة الجودة. جودة. يكون أجود من غيره. ثالث نقطة أرخص، الكثرة أن يكون شو كتير. رابع نقطة طعمه. أنت يعني في البعض بيقول لك أنه الإنسان الطعمه ركز لي على الجودة. غالبا أنت لما تيجي على الفوائد تاعت الأكل كل أكل مطيب. أمهاتنا الله يوفقهم والله يرحم من مات منهم شو كنت عم تاكل الشغلة إذا مش طيب لا ما كله بروتين وفوائد ومش عارف إيش لحتى تجبرك تاكلها. تمام. والبعض بيقول لك أنا آخر همي شو الفوائد، أنا بدي أكل بدي أنبسط. تمام. انا اذا ما عبيت راسي بالله شو اسمه ما بدي. تمام. والبعض بقول لك لا انبسط، يعني تعال على الفقير فقير
لا بقول لك على الطعم، ركز على الطعم ولا ركز على شو؟ على الجودي، ركز انا بدي اشبعهم للاولاد، كتر لي. تمام؟ صح؟ نعم. فهول ثلاث اشياء، والاصل الاول فيهم ايش؟ الحل، واللفظ يشملهم جميعا. تمام؟ فلينظر ايها ازكى طعاما، لان اصل الزكاة، الزكاة ايش؟ الكثرة. زكى الماء، زكى المال اذا كثر. تمام؟ نعم. وقد افلح من تزكى زاد ايمانه وزاد عمله. فتزكية الايمان والعمل تكون ايش؟ تزكية الايمان بتكون بتزكية العمل. تمام؟ طب والذكاء؟ زيادة العقل. نعم. كل شوف معنى ايش؟ معنى النماء والزيادة. زكى الزرع اذا نما. تمام؟ نعم. نعم. هو الا يجمع كلها الطيب؟ لا. ليه؟ الله عز وجل حرم لهم الطيبات. خذ مع ذكر بالطيب، فالطيب يجمع كل الاوصاف. لا. لانه قد يكون طيبا ولا يكون كثيرا. صح؟ احنا بدنا لفظ الزكاة. ومنه ايش؟ الزكاة. ومنه انت بدك تحورها. وين وردت هاللفظة في معنى واحد يشمل الكل؟ دائما هاي اسمها أسرة كلمات. هل أسرة الكلمات تيجي من أب واحد؟ مين الأب؟ زكى بمعنى نما. حيطلع منه كثرة، حيطلع منه معنى طابة، حيطلع منه كذا. أسرة الكلمات يعني التركيب الواحد، هالتركيب بالمعاجم اسمه له أب. بنفتش على الأب، بنفتش بعدين الأولاد شو طلع منه. دائما هيك بكل الكلمات تعيدك. تعرف الاشتقاق مين الأب وطلعوا له أسرة. الأسرة توصل يمكن 500 كلمة حسب التصريفات والتضعيفات ومش عارف إيش شو بطلعوها. نعم. كل أب شغال ما شاء الله. وقال عكرمة أكثر وأصل الزكاة الزيادة. هاي علمها هاي بس لحاله. وأصل الزكاة إيش؟ الزيادة. الزيادة. يرحمك الله. وقيل أرخص طعاما. هذا إيش؟ قول إيش؟ الخامس. نعم. هاي جاب لك السوق كله. شوف لك الميزة التنافسية، أرخص ولا أطيب ولا أجود ولا أكثر ولا أحل. إذا بدك تبيع شغلة ما حتطلع عن الخمسة. خاصة بالطعام. فأنت بدك تركز. أنا ما فكت على فكرة معهم كله مع بعض. قاعدة بالتسويق. كانت 3 سنين من الحياة راح بالتسويق. جودي أو رخص ما بيجتمعوا. جودي عالي. صحيح. ورخص شديد ما بيجتمعوا مع بعض. نعم. فليأتكم برزق منه، أي قوت وطعام تأكلونه. وليتلطف وليترفق في الطريق وفي المدينة، وليكن في ستر وكتمان. ولا يشرك. أصل التلطف مش بس المراد به بقول إيش اللي يتلطف مثل هون اللي يختفي. نعم. أصل اللطف شو؟ خفاء، تعامل برفق وخفاء. فمش بس التلطف بمعنى إيش؟ الله لطيف بعباده. شو يعني لطيف؟ يعطي له الخير في قالب الشر. يعطي له الخير بما يظنه ايش؟ انه شر. ويعطي له الخير بخفاء. يعني انت الان انت الان جالس، كميه الصحه اللي بجسمك من جوا، الخلايا والاعصاب واللي مش قاعده عم تشتغل، ودقات القلب والتنفس والروايه والفلاتر اللي عم تشتغل والكلاي، انت حاسس بشيء فيهم؟ ما حاسس بشيهم. هذا كله ايش؟ من لطف الله سبحانه وتعالى. هذا ليتلطف. فكمان ايش؟ ليتلطف ايش؟ ليتخفى. البس انت الثياب تبعيتك هاي تاعت المتسول وانزل ايش؟ بتلطف. وليتلطف ايش؟ بالكلام. ولكن اصل المعنى هون ليتلطف مش انه بالكلام بطريقه السؤال، مش رايح تعمل مشكل انت. ليتلطف بمعنى ايش؟ يتخفى هنا. نعم. نعم. احسن الله لكم. ليه قال وليكن في ستر وكتمان؟ نعم. يعني الله يوصل النعمه الى عبده بلطف. بلطف؟ يعني من حيث لا، بما ظاهره الشر. ومن حيث لا 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 ومن حيث لا يشعر. لطف يعني من حيث لا يشعر. وانظر ومن تتبع اسم الله اللطيف وجد معظم الآيات في القرآن تكون محاطة بشر. والله يقرن اللطيف والخبير حتى من مسألة حتى لكون يعني علمه حتى يكون في دقائق وخفايا الأمور. صحيح صحيح. دائما اللطيف بكثير من الوضع تكون مع الخبير. ومنه مثلا قوله سبحانه وتعالى على لسان يوسف إن ربي لطيف لما يشاء. هاي لطيف لما يشاء لها إيش؟ بعد ما نحط بالحبس ونحط بالبئر ونحط بالدار وودته امرأة العزيز وكذا، لأن ربي لطيف لما يشاء. نعم. ولا يشعرن ولا يعلمن
بكم أحدا من الناس. نعم. نقف هنا بإذن الله سبحانه وتعالى. نشوف. هذا وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بكرة إن شاء الله حنبلش قبل 10 دقائق تقريبا. لحتى إذا في الفائدة اللي ذكر لنا إياها أخونا. مشير الله يحفظه. لحتى نسمعها سويا. حضر شيخ الله معنا في الكتاب يعني. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وسلام. بدك تحضرها بدك تقراها. لا تقراها لنا نحن بنستفيد. بدنا نشوف اذا ذكر موضوع ثاني.